يواصل معبر رفح البري عمله في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم كل الخدمات لهم. وأفاد مراسل التلفزيون المصري أنه لا صحة لإغلاق المعبر وأن السلطات لا زالت تقدم كل التسهيلات للقادمين من قطاع غزة ومزدوج الجنسية، بالإضافة لوجود سيارات الإسعاف ودخول شاحنات المساعدات الإنسانية. المزيد مع محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نجدد الترحيب بحضراتكم من أمام بوابة معبر رفح المصري، حيث لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في دخول المساعدات الإنسانية واستمرار معبر رفح في عمله على مدار الساعة. نود أن نؤكد بداية أنه لا صحة تماما لإغلاق معبر رفح البري، المعبر لازال يعمل على مدار الساعة من كل الجوانب والمسارات والخدمات التي يقدمها معبر رفح البري، حتى وأننا نتحدث أنه اليوم إجازة رسمية ولكن المعبر لازال يعمل. أولا يعمل في مسار إدخال المساعدات الإنسانية، هناك عدد كبير من المساعدات التي دخلت اليوم إلى معبر أو ناحية منفذ العوجة، بالإضافة بالطبع يعني إلى استقبال الجرحى والمصابين. فقط المساعدات لم تدخل من منفذ كرم أبو سالم نظرا لأن المعبر لازال مغلق من قبل الجانب الإسرائيلي بعد القصف الذي تعرضت له المنطقة العسكرية القريبة من منفذ كرم أبو سالم بالأمس، فبالتالي لازال المعبر مغلق حتى الآن، لكن هناك عدد من الشاحنات دخلت من خلال منفذ العوجة. نتحدث أيضا عن أنه من البوابة الأخرى لازالت مصر تستقبل أيضا المصابين والجرحى ويتم تقديم كل الخدمات لهم. بمجرد وصولهم من هذه البوابة يتم تشخيص الحالات. رأينا اليوم أيضا بعض المنشورات التي يتم إسقاطها جوا على الفلسطينيين المتواجدين في منطقة رفح، ومحاولات الجيش الإسرائيلي في أن يعني يدعو أهالي شرق رفح في الخروج من هذه المدينة وأيضا النزوح إلى مناطق أخرى استعدادا لبعض الضربات التي يقول أنه سيوجهها داخل بعض المناطق في رفح. إذن معبر رفح لازال يعمل حتى هذه اللحظة، لا صحة تماما لإغلاقه، كل السلطات تعمل بكامل طاقتها داخل بوابة معبر رفح. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.